تحياتي ليكم، ورجعنا لكم وفقرة الضيف معنا في الاستوديو. إن شاء الله فقرة مميزة وبتناقش موضوع قديم جديد متصل دائما، مشكلات ما قبل وبعد الزواج والخطوبة. معانا ومشرفنا في الاستوديو دكتور محمد عبد ربه، أهلا يا دكتور. إمام وخطيب وزارة الأوقاف، دكتوراه من جامعة الأزهر. يعني نحب في البداية كده نستمع للآية القرآنية الكريمة اللي بتتحدث عن الزواج وفضل الزواج والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام دكتور محمد، حضرتك منورنا النهارده. الله يخليكي. اول سؤال بقى معايا، مين من المنصوره بيسال حضرتك، هل الحب قبل الجواز حلال ولا حرام؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على امام الانبياء وسيد المرسلين وبعد. طبعا هذا السؤال يعني زي ما تفضل معالي الدكتور سؤال قديم حديث يطرح كثيرا وخاصة من الشباب وخاصة في هذه الأونة التي نعيشها الآن. نحن نقول بإيجاز واختصار، ما يترجم عن الحب هو الذي يجعلنا نقول هو حلال أو حرام. ما هو الحب؟ الحب ده عمل، مشاعر داخلية تترجم إلى سلوك وإلى أخلاق تجاه من أحب. أنا أحب إنسان معين بغض النظر عن المسميات، أسماء، أمل، هايدي، أيا كان. ما يترجم هذه المشاعر عندما تترجم إلى سلوك هو الذي يحدد هل هو حرام أو هو حلال. بمعنى أنا أحببتها، هل النية أن أخطبها ثم أعقد عليها ثم أتزوجها ثم أنجب منها إن شاء الله ثم أكون منها أسرة تنفعني وتنفع المجتمع، هو حلال صرف. ولكن عندما أحب فلانة أو فلانة، هل النية من هذا الحب والسلوك المترجم داخليا في داخلي أنا أترجمه إلى سلوك وأخلاقيات تغضب الله فهو حرام. بمعنى أنا أحببت هذه الفتاة، هل أريد أن أخرج معها أو أن أستمتع بها في الحرام أو أن نضحك أو أن نتسامر أو يعني ما يطرح الآن أو ما يفعل الآن بما يغضب الله، إذن هو حرام. علشان كده حضرتك هتلاقي حاجة مهمة جدا جدا، الصحابي عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخطب امرأة من الأنصار، فقال النبي هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله. النبي بنفسه قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني يؤلف ويوفق، تستديم العلاقة من الخطوبة إلى الزواج. ويجي له واحد تاني يقول له يا رسول الله أبح لي الزنا، هذا عنده مشاعر وذاك عنده مشاعر. الأول الرسول قال له انظر، ليه؟ لأنه هو عنده مشاعر هتترجم لخطوبة ثم زواج ثم أسرة تنفع المجتمع وتنفع الدين. لكن الثاني عنده مشاعر تجاه المرأة لكن يريد أن يفضيها في الحرام والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عندما قال يا رسول الله أبح لي الزنا، قال النبي أترضاه لأمك؟ وفي حضرتك نوعيات ما ينفعش معاها، يعني إيه لا يجدي معها نفعا؟ قال الله وقال الرسول، مش هيقول له ربنا قال ولا تقربوا الزنا والنبي قال النظرة المسمومة، لا، ولكن النبي أعطاه دليلا حسيا صادما عاوز يفوقه، فبيقول له أترضاه لأمك؟ قال له لا. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ وفي رواية إن الرسول جمع له كل المحارم، أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والشاب يقول لا يا رسول الله. يقول لا وهو مفزوع، إذن ما لا تقبله أو لا ترضاه لنفسك لا تقبله على غيرك. فربط النبي بيدي على كتفي، يعني طبطب عليه ودعا له، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب دخلت على رسول الله وليس هناك شيء أحب إلي في الدنيا من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وليس هناك شيء أبغض إلي من الزنا والعياذ بالله. يعني هي تبقى على حسب النية. حضرتك لو إحنا تأملنا بعين المعتبر القرآن هتلاقي الكون قام على الحب. ربنا بيقول ايه؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. تيجوا طائعين ولا مكرهين اي محبين لربكم؟ قالتا اتينا طائعين. حتى العباده في حاجه مهمه جدا جدا ايضا الناس لا تسمعها كثيرا،
في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، اللي هي بتترجم المشاعر الى شيء حلال او شيء حرام او حسن او قبيح. العباده دي معناها ايه؟ اسمها حضرتك طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه اساسها معرفه يقينيه تفضي الى سعاده ابديه في علاقتي بربي، وكذلك في علاقتي ومشاعري تجاه الاخ، تجاه المراه او مشاعر المراه تجاه الرجل. هل اريد ان اسلك القناه الشرعيه خطوبه ثم عقد ثم جواز ثم انجاب ان شاء الله ثم تكوين اسره؟ اذا هو حلال. وان كان المشاعر تترجم الى خطوبه ثم خروج ثم ضحك ثم مزاح ثم ثم ثم، اذا هو حرام قولا واحدا ولا شك في ذلك. فتح الله عليك. نعم. وانا حاسس ان الاسئله هيبقى برضو في جزء منها متداخل وجزء منها متشابه. نعم. وطبعا يعني تسال الاستاذه به الف من الاسكندريه، ما هو المسموح بين الخطيب وخطيبته؟ نعم. قبل اتمام عقد القران؟ نعم. وهل ما يمنع، وهل يوجد ما يمنع الخلوه بين من قاموا بكتب الكتاب ولكن لم تتم الدخله بشكل نعم. رسمي؟ طبعا حضرتك العلاقة بين الرجل والمرأة عندما تسلك القناة الشرعية بتبدأ بالإيه؟ المشاعر والحب. يبقى الخطوة الثانية الخطوبة، الخطوة الثالثة عقد القران، الخطوة الرابعة ليلة الزفاف أو ليلة الدخلة زي ما احنا بنسميها. الرجل بالنسبة للمرأة أو الشاب مع الفتاة بحضرتك من الخطوبة إلى مرحلة العقد هي أجنبية عن وهو أجنبي عنها، لا يحل له منها شيء ولا يحل لها منه شيء. الله، أمال إذا كان الخاطب بالنسبة لخطيبتي أجنبي، طب إيه الفرق بينه وبين الأجنبي الثاني؟ أولا أنه خاطب، ثانيا أنه مانع لغيره أن يخطبها، ما ينفعش حد يخش يخطبها طول ما أنا خطيب، لأن الرسول قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه أو ولا يصوم على صومه. دي حاجة. الحاجة الرابعة أنه يمكن أن يدخل بها وأن يتزوجها في أي وقت شاء ما دام جاهز ماديا ونفسيا وهي كذلك. إذن الإنسان عندما يكون في مرحلة الخطوبة خطيبته أجنبية عنه، لا يحل أن يخلو بها منفردا إلا إذا كان هناك محرم، ولا أن يتحدث بشيء يغضب الله تبارك وتعالى. دي في بداية من الخطوبة إلى عقد الزواج. طيب من مرحلة عقد الزواج إلى مرحلة الدخول إلى ليلة الدخلة، بعد العقد مباشرة صارت هذه الفتاة هي زوجته زوجية كاملة، وصار هذا الرجل بالنسبة لها زوجا كاملا، له أن يخلو بها وله أن يخرج معها وله أن يستمتع بها. ولكن كلمة ولكن دي مهمة جدا جدا جدا، هي زوجة كاملة، يعني يمكن لهذا الزوج أن يقيم علاقة كاملة مع هذه الزوجة، ولكن نحن نقول نحن لا نحبذ ذلك ولا نقول للناس به. ليه؟ حضرتك بعد مرحلة العقد يمكن أن يجلس منفردا، يخرج معاها، يركب مواصلات، عنده عربية، يقعد في مول، يقعد في كافيه، أيا ما كان، لكن أن يصنع علاقة كاملة هذا العمل غير مأمون العاقبة. ليه؟ حضرتك يمكن أن يفعل ذلك، يعني يقيم علاقة كاملة، طب هب أنه مات، هذا ليس بحرام، ولكن نقول الامتناع عنه أفضل وأولى، لأن المشاكل والنتائج السلبية المترتبة عليه نتائج غير محمودة ولا يرجوها أحد، لا لابنتي ولا لابني. هب أنه جامعها أو يعني صنع ما علاقة كاملة وقبل الدخول مات، أو اختلف وتنازع فطلقها، أو حدث أي عرض. حضرتك طبعا معلش حضرتك في الإعلام ومعالي الدكتورة في الإعلام وفي الميديا أكتر مني، إحنا سمعنا مثلا الشهر اللي فات خد أمه من على الكوشة بعد كتب الكتاب ومشي، قضية كانت مشهورة جدا جدا تمام جدا تمام، وخد التورتة والقصة اللي حضرت بقى والفيسبوك شيء في يعني في منتهى الغراب، مع أنه عاقد له. طب هب أن هذا الإنسان بعد هذا النزاع الرهيب كان قد واقع هذه الزوجة مواقعة كاملة وحملت منه، إيه المشكلة؟ يفضل بقى تضرب أخماس في أسداس ويتدخل أهل الحل والعقد ويتحايلوا عليه عشان يرضى يكتب ويعترف إن ده ابنه. فالنتائج يعني من مرحلة العقد إلى الدخول، واخد بال حضرتك، هذه مرحلة أصبحت زوجة كاملة وهو زوج كامل، لكن نحن نقول العلاقة الكاملة لابد أن تكون بعد إعلان يوم الزفاف اللي هو ليلة الدخلة، يعني في المرحلة الثالثة من ليلة الدخلة إلى ما شاء الله يفعل ما أحله ربنا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. وقبل ما أسألي سؤالي كميرة، أنا حابب بعد إذن فضيلتك طبعا أأكد في السؤال ده على جزئيتين. الجزئية الأولى إن الشباب دايما بيشيروا على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والفيس اللي هو الحديث اللي هي حب السيد الرسول في ستنا عائشة أو ستنا خديجة. نعم. فأنا حابب أقول
بيقول ان هو حديث الورده كانت ورده عن زوجاته وليست لخطيبته ولا كاتب الكتاب ولسه ما تمش الزفاف، كانوا زوجاته وفي بيته. فالاحاديث اللي هو بتقال عن حبه للسيده عائشه او السيده خديجه او اي زوجه من زوجاته كانوا بالفعل زوجاته. فتح الله لك، ده دي نقطه مهمه حضرتك يعني دقيقه اثرتها. يقول لك طب ما النبي قال كذا، لا الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يستحي ان يعلن انه اولا يحب خديجه. فحتى السيده عائشه كانت تغار لدرجه في ذات مره قالت يا رسول الله اما خلق الله عز وجل غير حمراء الشدقين هذه؟ يعني كانت كبرت وسنانها وقعت وبنت اللسه بتاعتها، يعني تريد ان تقول وانا يعني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه اعطتني يوم حرمني الناس، اعطتني يوم حرمني الناس وواستني بمالها يوم ان كنت كذا ورزقني منها ربي الولد. يعني يعلن اسباب الحب للسيده خديجه رضي الله عنها وارضاه، بل انه كان يعلن ذلك في فعله عندما كان الرسول يذبح او يتصدق او يهدي يقول ابعثوا لفلان. طب ليه يا رسول الله؟ ليه احنا علاقتنا بها؟ يقول انها من صويحباتي، انها من صويحبات خديجه رضي الله عنها وارضاه. حتى الرسول عندما كان يعلن ايضا حبه للسيده عائشه، يا رسول الله في الحديث الصحيح من أحب الناس إليك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فزي ما حضرتك تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلن حبه للمرأة أعلن حبه للمرأة الزوجة وليست الخطيبة وما شكل ذلك. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، أن الإنسان ما دام لم يعقد عقده ولم تعلن ليلة الزفاف فلا يصح له أن يعلن ذلك لا على الملأ ولا على غير الملأ. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة رضي الله عنها قد إيه؟ 3 سنوات ولم يدخل بها. وفي صحيح البخاري يقول كنت أذهب إلى بيت الصديق، يروح بيت حماه بكرة وعشية الصبح وبالليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلن للناس أنه يحب عائشة إلا بعد أن صارت زوجة لرسول الله، ولم يعلن أنه يحب خديجة إلا بعد أن صارت زوجة لرسول الله. فكما تفضلت حضرتك إعلان الإنسان وحديث الإنسان عن هذه المخطوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف حتى مرحلة الزواج. وفي حتى بعد مرحلة الزواج لا يجوز للإنسان أن يفضي بحبه لزوجته إلا لخاصته، مش على الملأ كده، لأن أسرار البيوت لا تطرح على العامة فيها مفاسد كثيرة. أحسنت فضيلتك. نعم. وهو بالفعل المحبة والمشاعر نعم. شيء ربنا حطه فينا نعم. وخارج عن إرادتنا، أهم شيء يكون البني آدم نيته نعم. أنه فعلا يقصد أهل البنت ويتقدم ليها ويكون برضو التعامل، يعني هم لو شايفينه مش مناسب يكون التعامل برضو الرفض بيكون بشكل لائق. ولما يكون في حد مثلا بيفضفض زي ما حضرتك قلت كده عن بعض أسرار وعن بعض مشاكله يكون المتلقي ميقن أن ده بيستأمنه على سر. نعم. يعني حضرتك كنت حكيت لي قصة عن أحد الناس اللي كانوا بيحبوا. نعم. قيس وليلى. لا حد تاني أيام رسول. بريرة. أيوه. مغيث وبريرة. يا ريت حضرتك تدينا. يعني في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسمى مغيث كان يحب، لا ده مش يحب، كان عاشقا، لا مش عاشق، ده كان متيما ببريرة لدرجة أنه كان يسير في الطريق ولعله يبكي يعني دون شعور. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل برسول الله ويريد من النبي أن يتوسط حتى تعود إليه. فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت وقالت يا رسول الله والله أنا لا أحبه. فالرسول عليه حدثها مرة تلو الأخرى إلى أن وجد منها رفضا تستحيل معه العشرة الزوجية. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على مغيث وقال يا مغيث هي تأبى ذلك، يعني ما فيش توافق ما فيش حب. الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما حضرتك لسه يعني متفضل وقال يعني أعلن النبي رفض بريرة لمغيث ولكن بأدب، قال له يا مغيث يعني هي يعني أبت كلامي يعني خلاص ما. فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث؟ لحتى يعني أيضا يدعم هذا الموقف زي ما ذكرنا قبل الهوى قصة قيس وليلى، دي قصة معروفة في عالم الحب والعشق والهيام. عندما كان يسير في الطريق كان يسير يعني لعله يتكلم عن ليلى ويتكلم فيها بالأشعار وإلى آخره، ومعروف في تاريخنا الثقافة العربية. فعد على جماعة وهم يصلون، فاتتهم صلاة على الطريق يصلون، فمر
فغاب بعضا من الوقت ثم عاد، غاب شوية كده ورجع، فنادوا عليه قالوا يا قيس لما لم تصلي معنا؟ قال أين؟ قالوا مررت من يعني منذ قليل ولم تصلي معنا. قال ومن أدراكم أنني مررت منذ قليل؟ قالوا رأيناك. فقال أنا والله ما رأيتكم. إزاي؟ قال والله لو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني وأنا أسير في الطريق. إزاي تبقى واقف من إيد ربنا سبحانه وتعالى؟ المفترض أنت في أعلى درجات الحب لله وأعلى درجات الخشوع لله وأعلى درجات الصلة والقرب من الله ويشغلك واحد يسير في الطريق. لو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني وأنا ما رأيتكم أصلا. شوف حضرتك عشقه لليلى يعني فتح الله عليك. انا عايز اقول لحضرتك الاتصالات الهاتفيه كتيره جدا، انا بعتذر مش هينفع ناخد اتصالات هاتفيه، احنا واخدين الاسئله من الساده الجمهور على صفحه البرنامج وكلام فضيله الشيخ يعني، يا رب بس نلحق نجاوب الاسئله كلها، فانا بعتذر للساده المشاهدين على مفيش مداخلات تليفونيه. نشوف بقيه الاسئله. طيب بيسال سين كاف من القاهره، ايه الفرق بين المهر والهديه؟ وهل ان ممكن المراه تتنازل عنه عن جزء منه يعني وهي بمزاجها مش غصب عنها لخطيبها او جوزها، ولا لا لانه ده بقى يبقى حق من حقوقها وما ينفعش تتنازل وكده؟ نعم حضرتك، الفرق بين الهديه والمهر وكمان نضيف والشبكه. تمام حضرتك، اولا الهديه ليست ملزمه للرجل، يعني ايه؟ بالفضل وليست بالعدل، شيء مش ملزم. المهر او الشبكه ملزم، وهنفصل الجزئيه دي كويس. إذا حدث شقاق أو نزاع لا يجبر الرجل باسترداد الهدايا، يعني لا تجبر الفتاة أن ترد الهدايا إلى خطيبها على حسب الحالة، من فسخ منها أو منه أو منهما. لكن الصداق إذا وقع يعني والعياذ بالله يعني افتراق بينهما بعد العقد لابد أن يرد المهر وأن ترد الشبكة إلى من؟ إلى الرجل، ولا علاقة لها بمن المتسبب في فسخ الخطبة، هل هو الرجل أو هي المرأة. طيب نفصل بقى الكلام. حضرتك في مرحلة الخطوبة بيبقى فيه نوع من أنواع الهدايا، دي شيء مش ملزم، دي شيء مش ملزم، وإنما ما تعارف عليه المجتمع. يعني حضرتك في البداية ممكن بيروح بياخد معاه علبة جاتوه، بياخد معاه هدية لخطيبته، بياخد نجحت في الثانوية العامة، نجحت في الجامعة، اشتغلت في أي مناسبة بيجيب هدايا، دي شيء مش ملزم، ليس هناك نص يلزمه به، والزواج لا يتوقف عليه، لكن المهر أو الشبكة الزواج متوقف عليه، ده أحد شروطه. طيب هو في فرق بين المهر وبين الشبكة؟ أيوه طبعا، المهر هي الشبكة هي المهر والمهر هو الشبكة إذا تعارف المجتمع على ذلك. يعني في حضرتك في بعض المجتمع زي مثلا في مجتمعنا المصري احنا بنتفق مثلا على 50 جرام ذهب او 100 جرام ذهب، هو بيبقى 50 واقل لان طبعا الذهب غالي جدا. فاعتبر الناس دلوقتي ان اللي انا بجيبه في الشبكه، واخد بال حضرتك؟ واخد بال حضرتك لخطيبتي، ده جزء من الايه؟ من المهر او الذهب اللي احنا متفقين عليه. اذا كان المجتمع تعرف على ان حضرتك الشبكه جزء من المهر، واخد بالك؟ فبتاخد حكم المهر او حكم الصداق بقت شيء ملزم. شيء ملزم ان الخاطب او ان الزوج لازم يدفعه لهذه الايه؟ لهذه المخطوبه. لكن الهديه ليست شيئا ملزما. كمان الهديه لا يتوقف على لا ليست شرطا من شروط الزواج، لكن المهر او الشبكه اذا كانت جزء من الصداق او المهر فهي شرط من شروط الزواج. علشان كده الهديه لو كان الفسخ من الرجل المخطوبه الهدية حقها كامل لا ترد، وإذا كان الفسخ من الفتاة لابد أن ترد إلى من؟ إلى خطب. الخاطب. وإن كان منهما ما استريحوش نفسيا مع بعض تقسم بينهما بالسوية، ده الحكم الأعم الشائع الأغلب. لكن المهر أو الشبكة إذا كانت جزء من المهر تعارف المجتمع على كده، لا ده ترد إلى الرجل سواء كان الفسخ منه أو كان الفسخ منه. في حضرتك بعض المجتمعات بتعتبر الشبكة زي الهدية، الحين احنا حضرتك هنا الذي يحكمنا العرف. طيب حتى لو مش العرف، لو اهل العروسه اشترطوا ان الشبكه زي الهديه مش جزء من المهر او جزء من الصداق، خلاص بتاخد حكم الهديه. لكن لو تعارفوا، واخد بال حضرتك، ان هي جزء من المهر بقت جزء من المهر، طب مش جزء من المهر واشترطوا، خلاص ما تبقاش جزء من المهر، على حسب العرف الذي يجري بين الناس. سيدنا ابن مسعود بيقول ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا فهو سيء، وربنا سبحانه وتعالى بيقول خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف الذي تعارف عليه الناس يصير شرعا ما لم يخالف نصا. يبقى الفرق حضرتك بين الهدية وبين الصداق، الهدية مش ملزمة
للرجل، لكن الصداق ملزم. الهدية مش شرط من شروط الزواج، لكن الصداق شرط من شروط الزواج. بس في ناس بتقول، معلش، الصداق يعني بتشوف ان هو لو ما بيجيبش هدايا طول فترة الخطوبة دي هو كده بخيل وممكن ما يتجوزوش البنت اصلا. احنا حضرتك هنا في جزئية تاني خالص. يعني بص حضرتك، والله دايما احنا اتعلمنا ايه حضرتك؟ اقلهن صداقا، ومش صداقا، مش صداقا بس، وهدايا اكثرهن بركه. زي ما بنقول احنا باللغه الدارجه بتاع مجتمعنا المصري، خدوهم فقراء يغنيهم ربنا، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله ايه؟ من فضل ربنا اللي قال كده. القضيه معالي الدكتوره ليست في كثره الهدايا. ما انت حضرتك ممكن اكون انا مغرق الدنيا هدايا بس مش ولكن لغرض غير محمود، او بنيه سيئه والعياذ بالله، يمكن ان اتي لها بما لم ياتي لصويحباتها او مسيلاتها من المخطوبات، وبعد ذلك الله عز وجل لا يقدر، او اطلع انا سيء الخلق، او اطلع يعني لست صاحب دين او صاحب اخلاق او ذو لسان صليط او الى اخره. القضيه ليست في كثره ما يعطى للمراه ولا في كثره ما يعطى للرجل، القضيه أن تكون النية خالصة وصادقة بإقامة أسرة مسلمة أو غير مسلمة، سواء لأصحاب الديانات الأخرى، ولكن النية أن أكون أسرة تنفع المجتمع وتنفع ديني وتصبح يعني أداة في نهضة هذا المجتمع. يكون راجل في الآخر، يعني دي أهم حاجة. نعم، أن يكون رجلا. نعم تمام. هو استسمح حضرتك بقى، حضرتك كده ما شاء الله جاوبت على السؤال اللي كنت هقوله. فهو بس هنقول السؤال عشان بس إيه صاحبته كانت بتسأل، لما حاها من الجيزة، ما هي الحقوق المادية والعينية التي يقرها الشرع للفتاة قبل وبعد الخطبة وعقد القران؟ كده جاوبته. أقول السؤال الثاني بقى عشان ده سؤال مهم وحاسب حضرتك إيه. فتاة سين من الجيزة تسأل، كنت مخطوبة وحدثت علاقة كاملة مع خطيبي، ثم تخلى عني وعانيت نفسيا كثيرا، وقمت بعملية جراحية لإصلاح الأمر. بعد 3 سنوات تقدم لي شاب محترم جدا، ولا أعرف ماذا سيكون رد فعله إذا عرف الحقيقة لما حدث مع خطيبي السابق. فهل يمكن أن يعني أن هي نية التوبة والبداية الجديدة تداري على خطيبها، لكن هي بتقول أنها كلما تذكرت أنها تبدأ حياة جديدة على الغش وعدم الصراحة، وفي نفس الوقت هي خايفة بني آدم الجديد ده هيشافها كويس، خايفة يروح. لا شك أن طرح هذا الموضوع موضوع خطير جدا وموضوع شعب وشائك. وأنا بعد إذن حضرتك، الحاجات اللي بتستخبى مش الموضوع ده بس، في حاجات كتير بتستخبى. بس خلينا في الموضوع ده دلوقتي. أكيد. نعم، هو حضرتك نحن نقول بما تقول به دار الإفتاء، علماؤنا وأشياخنا الأجلاء نثق في علمهم وفي فتوى، نقول إذا كان فض غشاء البكارة بالنسبة للفتاة رغما عنها مكرهة عليه وليس برضاها، ولم تتخذه وسيلة أو عملا أو امتهانا والعياذ بالله، فقالوا بجواز ذلك. يعني حضرتك الشهر اللي فات سمعنا عن الطفلة شيماء، اغتصبها مثلا أبوها، وواحدة تانية اغتصبها خالها، واخد بال حضرتك؟ دي فتاة ليس برضاها، واحدة راجعة من شغلها، واحدة راجعة من جامعتها اغتصبت رغما عنها، واحدة بتلعب مثلا رياضة مثلا بليئة أو مشاكل ذلك، وفتاة أخرى وقعت يعني بطريقة معينة، المهم فض غشاء البكارة رغما عنها ودون رضاه. هذا الإسلام هنا وعلماؤنا قالوا بجواز ذلك من باب الستر. ليه؟ لأن النتائج المترتبة على الإخبار نتائج كارثية. ده بخلاف المرأة التي تفعل ذلك برغبتها أو تمتهن ذلك مهنة، هذه لا يجوز لها، لأننا بذلك نفتح بابا من أبواب الفتن لا يغلق. ولكن إذا كان فض غشاء البكارة رغما عن الفتاة مكرهة عليه ودون رضاها، فإن الإسلام هنا يميل إلى الستر. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. حتى هزال الذي جاء في روايات، طبعا حضرتك عارف قصة ماعز، هذا الرجل الذي زنى وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى للحديث تقول إن كان يعمل عند رجل يسمى هزال، هو اللي جه وأخبر النبي قال له عامل عندي فعل كذا وكذا. الرسول قال له إيه؟ هلا سترت عليه بثوبك؟ ليه كده؟ يعني كان الأولى أن تستر عليه. وفي رواية أن ماعز ذهب إلى سيدنا الصديق أولا، وذهب إلى سيدنا عمر ولم يتكلما في هذا الشأن، فلما ذهب إلى الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبحث له، لعلك قبلت، لعلك، إلى أن أقر واعترف ماعز بأنه إيه فعل ذلك. السؤال الذي لا يطرح كثيرا، شوف حضرتك سمعنا القصة دي كتير والحديث ده كتير جدا، انت شفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال له مع من فعلت ذلك؟
لا لا لا، هو دائما الإسلام يميل إلى الستر. حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه عندما جاء الرجل وهو في المسجد، يا عمر يا عمر يا عمر، قال على رسلك يا رجل، بالراحة اهدى شوي، في ايه؟ قال له رأيت رجلا وامرأة خلف هذا النخيل يقبل بعضهما بعضا، فنادى عليه وتنحى بجانب ثم علاه بدرته، قال له إذا رأيتم أخا لكم على ذلة فسددوه ووفقوه ولا تكونوا عونا عليه مع الشيطان. هل لا سترت عليه؟ إذن الإسلام يميل في مثل هذه الحالات إلى الستر، لأن إشاعة هذا الأمر يؤدي إلى نتائج كارثية، لكن بشرط أن يكون فض غشاء البكارة رغما عن الفتاة ودون رضاه. لكن إن كان برضاه أو تمتهن ذلك كمن تعمل في الدعارة والعياذ بالله فلا يجوز قولا واحدا. تمام، أحسنت فضيلتك، ومعنا فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل الأسئلة مع حضرتك. الله المستعان. لكم أعزائي المشاهدين، وسريعا عشان باقي معنا أقل من 5 دقائق في تلغرافات كده سريعا، آسف احنا لازم حلقة تانية إن شاء الله. هسأل السؤال ده وبعدين ماشي. أخ كان بيعمل بالخارج ولما رجع لأ أخوه تزوج، فراح يبارك له فلقى زوجة أخوه واحدة كان بيقابلها في أماكن يعني مش تمام. بس هو دلوقتي متردد يبلغ أخوه ولا ما يبلغوش، وهو بيقول أنا حاسس إنها اتغيرت للأحسن. إحنا دايما بنقول قاعدة الإسلام في التعامل مع أصحاب الخطيئة وأصحاب المعاصي الستر والعون على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان حضرتك الأرض والجبال والبحار والأنهار عندما تضج من معاصينا لله، الأرض تقول يا رب مرني أن أبتلعهم في بطن، والجبال تقول يا رب مرني أن أهد عليهم هدا، والبحار تقول مرني أن أغرقهم في ماء، يقول ربنا اتركوهم وعزتي وجلالي لو خلقتم لرحمتم. أنا أقصد إذا كان الله الخالق الرحيم الرحمن يعفو ويسامح ويستر على أصحاب المعاصي، هو بيقول ولكن وجدتها قد تغيرت للأحسن، يبقى حضرتك هو كمسلم يعينها على طاعة الله وعلى استدامتها على طاعة الله، يعينها أن تكون مداومة على استقامتها وهي في الطريق الصحيح الآن، ولا يخبر ويؤدي والعياذ بالله إلى انهيار البيوت وقد تطلق وتعود إلى سالف عهدها بالمعصية. أبدا عليه أن يستر وأن يجعل الستر هو المبدأ الأساسي، بل وعلى العكس يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في استدامتها على ما هي عليه من الاستقامة، وعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. جزاك الله خير، اتفضلي. السؤال اللي معايا بقى بتسال نون من الجيزه، تعمل ايه البنت لو تعرفت على شاب والشاب ده هما في بينهم اعجاب وهو وعدها كتير ان هو يتقدم لها وهي استنته كتير قوي وهو ولا تقدم ولا خطبها؟ في بعض القضايا يعني مثل هذه القضايا معالي الدكتوره يعني ايه تحل بالعرف، بمعنى انا اعجبت بهذه الفتاه ووعدتها ولكنني لم اتقدم، يبقى ايه الحل؟ نرى اهل الحل والعقد، بمعنى انا لي اب او لي اخ او لي كبير، هو له اب له اخ له ام له اصدقاء، يعني والاصدقاء والاصحاب الموثوق فيهم، هؤلاء لابد ان يحدثوا، هل عندك رغبه ان تسلك القناه الشرعيه والطريق الحلال؟ لا، خلاص الله يرزقها بافضل منه والله عز وجل يرزقه بأفضل منها. طب وإن أراد أن يكمل لابد أن يبين مما تعارف عليه المجتمع أنه أنه سيكمل هذه الخطبة، يعني يجي ويتقدم. طب هو مستني ليه؟ علشان ظروف. لا، أخطب وبعدين نحن نتعاون في هذه الظروف، ولكن أن يتركها هكذا دون خطبة هذا أمر لا يقبله رب العالمين تبارك وتعالى. معنا أقل من دقيقة في جمل سريع بعد إذن فضيلتك. فتاة عندها إعاقة لكنها على قدر كبير من الجمال والإعاقة مش كبيرة، وللأسف هو خطيبها بيحبها جدا هو طبيعي، لكن حماتها وإخواته البنات بيعملوها معاملة بتخليها بتبكي يوميا. فهي بتقول أسيبه رغم أنه هو كويس ولا تعيش بالتعب ده؟ والله حضرتك بعد الزواج والعقد هيبقى هي وزوجها منفردين، الأهم حاجة حضرتك زوجها الذي يعني سترتبط به وتكمل معه حياتها. هذا الرجل تقول إنه على خلق وذو دين ويعاملها بأعلى درجات الحب والمودة، هنا أقول إن الزوج الذي سترتبط به هو العامل الأساسي في استمرار هذه العلاقة، أما الأم والأخوات والأقارب فلن يدوموا مع هذه الفتاة ولا مع زوجها أو خطيبها بعد الدخول بهذه المرأة. فما دام الزوج اللي هي سترتبط به يعني يخاف الله سبحانه وتعالى فيها ويبرها ويحبها فلتكمل على بركة الله وتسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الهداية.
انا في اسئله كتير ومع اميره ومعايا، لكن احنا مضطرين نقفل عشان خاطر المحددين بوقت على الهواء. بشكر فضيلتك وان شاء الله حلقه تانية لازم اكيد. انا اللي شاكر هذه الاستضافه التي اسال حضرتك الاسئله دي باجاباتها تنزل على صفحتك ان شاء الله باذن الله، ان يجعلها في ميزان حسناتكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اعزكم الله حضرتك، وبجد انا شخصيا استفدت. ربنا يخليك يا ربنا يحفظك يا فندم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من لمة الاسبوع. ونتمنى ان كل حلقه النهارده كانت مميزه. استنونا بقى.